تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي يقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم كل حلقاتنا بنطرق المواضيع الطبية وصحية تهمكم وتفيدكم، ويسرنا استقبال استفساراتكم ومداخلاتكم ومداخلاتكم واقتراحاتكم كذلك على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكركم بأرقام التواصل أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق ميرا المري، في الإخراج ناصر السليمي. صباحكم الله بخير جميعا، حياكم الله ومبروك عليكم الرحمة بداية. ما شاء الله الأجواء اليوم جميلة جدا لا توصف، والصراحة أعطيك صفقة كبيرة حتى لو سبحان الله يعني الواحد على دوام أو شيء، بس يعطيك سبحان الله طاقة يعني غريبة خاصة على هاي الأجواء الجميلة والحلوة. مستمعين أذكركم رقم التواصل 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. مثل ما عودناكم فقراتنا متنوعة منها طبية ومنها صحية. بنتطرق الأول فقرة من فقراتنا واللي هي الفقرة التوعوية. اليوم بنتحدث عن يعني نقول انها عشبة او يعني بذرة معينة في هالفترة يمكن نحتاج نستخدمها، خاصة في فترة الشتاء، في فترة الواحد انتشار الانفلونزا شوية تعطي واحد راحة في جسمه وتعطي دفء كذلك في جسمه. اليوم بنتكلم عن فوائد اليونسون، ويانا اخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الاستاذة مي بن سامي. صباحكم بخير استاذة مي. اهلا، صباح النور. طبعا موضوعنا اليوم شيق بخصوص اليونسون، فحابين نتعرف اكثر عن فوائد اليونسون. ان شاء الله مثل ما ذكرتي قبل شويه ان اليونسون هو عباره عن بذور يتم استخراجها من عشب عطريه، كانوا يستخدمونها بكثره في العلاجات الطبيه قديما. نعم. اذا جينا نتكلم عن القيمه الغذائيه لليونسون، اليونسون يعتبر قليل السعرات الحراريه والبروتينات، لكنه يحتوي على كثير من المعادن المهمة للجسم مثل الحديد والبوتاسيوم والكالسيوم، وهاي المعادن مهمة جدا لصحة القلب والعظام والدم. طبعا هناك وايد فوائد اليونسون، لكننا اليوم إن شاء الله بذكر أهم فوائد اليونسون واللي يعني أغلب الناس يأخذون اليونسون علشان هالفوائد اللي تعرف عليها. أول شيء بدور اليونسون تساعد على تعزيز الجهاز الهضمي، يساعد على تحسين عملية الهضم أو تعطى عدل الغازات، وأيضا ممكن يستخدمها كمليا لحالات الإمساك. الأشخاص اللي يعانون من الإمساك لفترة طويلة ممكن يساعدهم على التخفيف من حالة الإمساك. مثل ما ذكرت الدكتورة، حاليا مع تقلب حالات الجو وانتشار الإنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي، اليونسون يساعد على تخفيف من هذه المشاكل مثل الاحتقان أو التهاب الشعب الهوائية والكحة. اليونسون يخفف من هذه الأعراض. وأيضاً اليونسون يساعد على الاسترخاء، وخاصة حق الأشخاص اللي يعانون من اضطرابات النوم والأشخاص اللي عندهم كثرة الضغوطات، وخاصة ضغوطات العمل، فممكن يستخدموا شراب اليونسون عشان يخفف من الضغط النفسي والتوتر اللي عندهم في هالأعراض. أيضاً شراب اليونسون يساعد الأم المرضى على زيادة إدرار كمية الحليب. واحد من الأشياء اللي يعني يحتاج إن الأم المرضى تهتم فيها، لأنه معظم الأسئلة هنا في الأشياء اللي تساعد على إضرار الحليب خاصة الأم المرضى. بخصوص الكميات اللي الشخص المفروض يأخذها، ما في هناك كميات مثبتة علمياً يعني كم لازم الشخص يأخذها، لكن إحنا دائماً نقول إن الاعتدال مطلوب في كل شيء. ممكن من كوب إلى كوبين من اليونسون كل يوم،
ممكن يعني شخص ياخذه، لانه ممكن اذا اخذ اكثر عن هالكميات يسبب اثار جانبيه للشخص. وطبعا دائما ننصح الاشخاص اللي يعانون من امراض مزمنه مثل السكر، الضغط، امراض القلب والشرايين اللي يكون على فترات على ادويه لفترات طويله، انهم يستشيرون الطبيب المعالج او الصيدلاني عشان يتاكدون ان الجلسون ما يتعارض مع اي مكون من مكونات الادويه اللي هم ياخذون. هاي نقطه جدا مهمه. بالنسبه للجلسون، يعني معظم الناس بتحط الضيفه على اكلها او بتشربها كمثل نوع من انواع الشرب او الشراب، يعني دي يعني بيختلف اذا الشخص يعني فرضا غلاف الماء او اذا خلاه صب عليه ماء حار. لا، وفي كل الحالات بياخذ فايدة، لكن صحب شو ماخذ لنا مثلا اللي يكون عندهم مثلا مشاكل الجهاز التنفسي، احنا نقول يفضل انه ياخذ مغلي اليانسون، يعني يضيفه في ماء حار عشان ياخذ فايدته. حبيت بس أذكر المستمعين أن اليانسون أو أي أعشاب طبية أو أعشاب يعني من هاليانسون أو البابونة أو هذا أنهم يستخدمونها باعتدال، لأن كثرتها ممكن يكون لها أضرار أكثر من فائدتها. صحيح. أتمنى إن شاء الله دائما لهم الصحة والسلام. أتمنى لك الصحة والسلام والسعادة أستاذة ميلا سامي، أخصائية في التغذية في هيئة الصحة بدبي. شكرا لك. العفو. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا التوعية وتحدثنا عن فوائد اليانسون الصحية، وتطرقنا الأستاذة مي تطرقت للفوائد أهم فوائده واللي هي بخصوص الجهاز الهضمي وكمان إلى الاحتقان وإلى الاسترخاء وكذلك الإدرار الحليب خاصة للأم المرضى. بس ناخذ في الاعتبار أن الواحد يأخذ باعتدال، مو بأن كميات كبيرة. وثاني شيء، إذا عندك أمراض معينة أو على أدوية معينة يفضل استشارة الطبيب قبل ما تأخذ كميات كبيرة. يمكن الأشخاص يعتبره أن شيء عادي مثل الشاي أو يعني شيء بسيط، بس يعني ناخذ بس إذا الشخص اعتمد عليه بطريقة يومية بكمية كبيرة، وخاصة إذا على أدوية معينة يفضل استشارة الطبيب قبل حتى ما يبتدي يزيد في الكمية. وذكرتنا أنه نحتاج كوب إلى كوبين في اليوم، ويفضل في حالة مثل الاستقان أو النزاف للبرد يكون مقري اليانسون. طبعا كنا لا يخفى علينا أهمية هذه الأعشاب أو هذه البذور، كذلك في يعني تحس يعني ما أقول كزيادة المناعة الجسم، بس كراحة تريح الجسم وتخفف من أعراض المرض، خاصة في أمراض النزاف البرد. وهالشيء متوفر طبعا بكل بيت، وحتى لو الواحد ياخذه بالعكس يعني ما بس يستفيد منه من ناحية أمراض البرد، بيستفيد من أشياء ثانية مثل استرخاء جسمه، يحس براحة. بالنسبة للجهاز الهضمي بيشوف أنه يعني ما عنده عسر الهضم الشديد اللي يكون إذا ما استخدم هذه العشبة، يكون كمان كذلك. وأعراض الاحتقان، أعراض نزلات البرد تكون على خفيفة، يعني ما بتكون تجيب على الشخص، خاصة آلام الجسم، آلام الحلق، لأنه بيبتدي يشرب أشياء دافية، منها فوائد اللي هي فوائد صحية، ومنها كذلك أشياء دافية تعطيه بتمد طاقة في طول جسمه خلال يومه اللي هو اليوم الطويل. وكذلك كأعراض أو كمضاعفات تكون قليلة جدا في هذه النوع من الأعشاب أو البذور، ونكهتها تكون يعني مستساقة، الواحد يحب يشربها لأنه فيها نكهة معينة فيحب يعني يشربها أكثر، يعني ما تكون بدون نكهة أو طعم، حتى بدون سكر في ناس كثيرة تحب تشربها بخصوص النكهات اللي نكهتها الخاصة فيها، ومرات نضيفها على أشياء معينة أساس تعطيها نكهة، فمن جهتي تعطيها نكهة وكذلك تعطيها فائدة. مستمعينا، طالعين فاصل وراجعين لكم بعد الفاصل، بنتحدث عن موضوع يخص طريقة مبتكرة لجراحات الغدة الدرقية، خلكم ونام. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، حياكم الله ويانا مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برنامج التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 400-600. حياكم الله. طبعا في فقرتنا الحين بنتكلم عن طريقة مبتكرة لجراحات الغدة الدرقية. تمكن الدكتور ياسر أمين عبد اللطيف استشاري الجراحة ومع فريق من أطباء قسم الجراحة العامة في مستشفى دبي من إنهاء معاناة مريض
ووضع حد لآلامه ومشكلته الصحية الخطرة اللي تسبب فيها وجود كيس كبير في منطقة الحنجرة، حيث خضع المريض لعملية جراحية وتم استئصال كيس القناة الدرقية الخلقي بأسلوب جديد. ابتكر الدكتور ياسر أمين لإجراء العملية عن طريق المنظار عبر فم المريض بدلا من العنق، لتكون هيئة الصحة بدبي المؤسسة الصحية الحكومية الأولى على مستوى المنطقة اللي تقوم بهذا الإجراء العلاجي. ويحسب هيئة الصحة بدبي توفيرها المناخ المحفز على الإبداع والابتكار الذي يحظى به كادرها الطبي وأيضا الإداري، كما يحسب لها كذلك توفيرها الأفضل التقنيات والحلول الذكية في مستشفياتها ومراكزها الصحية، واللي مكنت الأطباء بوجه عام من تطوير الممارسات المهنية والارتقاء بجودة الخدمات وتحديث أساليب العلاج. حول هالموضوع يسعدني يكون معنا اليوم الدكتور ياسر أمين عبد اللطيف، استشاري الجراحة العامة في مستشفى دبي بهيئة الصحة بدبي. صباح الله بالخير دكتور ياسر. اهلا اهلا بالدكتوره. اهلا اهلا من دكتور ياسر. الله يسلمك. دكتور بدايه مبارك لكم بهالانجاز اللي صار، وصراحه يعني اي واحد يعني طبعا حولتوا الجراحه الكبيره اللي تكون بالفتح وجرح، ويعني المريض حتى بعد الجراحه يعاني شوي من الالم. صحيح. هي شيء جدا بسيط، وهي يعني لو تحسبها مكان شويه معقد انكم تكونون فيه بهذه الفكره يعني اللي نقولها اللي فيها المبادرة وفيها شوية مثل ما نقول تميز منها في هذه الجراحة. صحيح صحيح. في الحقيقة بس أنا حابب أوضح حاجات مهمة جدا. هي العنق في الفترة الأخيرة نتيجة لتفادي الحدبات، الحدب بعد العملية الشكل التجميلي وتفادي الآلام، و فتت ابتكارات مختلفة أن كيف يشروا العنق بطرق ما يشهر فيها الحدبة الجراحية. ولذلك ابتكروا مثلا يخش عن طريق الإبط، عن طريق الفم، ليتر أون الفم. موضوع الفم أخذ some time، لكن إحنا يعني إحنا ما أول ناس نبتدي هذه العملية. هون أول هي الفكرة ابتدت من بدري. نعم. ودرست بطرق مختلفة وتمت نجاحها في منطقة تايلاند، هي لإزالة الدرقية. نعم. لكن هذه العملية هي ونحن يعني بنعمل نوع من هذه العمليات، لكن هذه العملية هي عملية تكيس خلقي يتعلق بالغدة الدرقية، وبيحصل في أثناء الهجرة الدمينية اللي هي embryological migration للغدة الدرقية، فبيحصل التكيس وممكن يكون في المنطقة بتاعت أعلى العنق، ممكن تكون في المنطقة بتاعت الروت اللي هو الروت بتاع اللسان، وممكن ينزل تحت يكون تحت يعني في المنطقة السفلى من العنق. وعملياتها ما صعبة، عملياتها بسيطة جدا، لكن إذا كان الكيس في منطقة الحنجرة وما بين ذلك المنطقة ممكن يكون داخل أو غارش، ففي الحالة دي بتكون العملية شوية يعني more complicated، يعني معقدة من الصعوبة. نعم. فهذا الأخ المريض اللي هو كان يعاني من هذا التكيس و لفترة زمنية طويلة، فنحن نعتبر هذه النوع من نوع العمليات أجرت في مناطق بسيطة جدا في العالم. في منطقتنا دي أعتقد دي أول عملية تجرى في المنطقة تحت الصليب والشرق الأوسط. الدخول للعنق عن طريق الفم، الفكرة أنه الفم فيه مادة ميوكس ممبرين اللي هو القشاء المخاطي، القشاء المخاطي الله يكرمك. والفكرة أنه سبحان الله ربنا خلق هذا الشيء to protect، يعني تحمي، لأن الخشب الفم نحن في السودان نقول الخشب الفم، الفم فيه أسنان، الأسنان هي تعتبر من الـ من الـ من الأعضاء القاسية جدا، top organ،
عشان كده ربنا حاط الفم بالمادة المصافية. إذا حصل أي جرح فيها التبرة أو أسرع. فبالتالي الفكرة جات من هنا أنه يعني ليش لا نحن نستخدم الفم كمعبر للعوق، وبالتالي عملية الجرح يبرد بسرعة في خلال 6 ساعات وأدلة، وممكن يعني ما أكثر من 24 ساعة، وممكن تشوف دي أي حدبات بسيطة. لكن في مشكلة أخرى برضو في الفم اللي هي البكتيريا. فيعني موازنة صحيح، لكن الحمد لله هذه العملية نجحت وبدأت تستغرق زمن ما يقارب 3 إلى 4 ساعات، لأنه كانت غارقة في المنطقة دي، المنطقة شوية معقدة. نحن نجحنا بعملية المنظار واستغرقت غرابة الساعتين، والمريض الثاني يوم احتفظ في فورت يعني في 48 ساعة كان خارج المستشفى الحمد لله، ومارس حياته طبيعية تماما الحمد لله. وهذا يعطي كذلك نجاح النوع من العمليات كذلك، يعني يوم شوف المريض خلاص رجع لحياته الطبيعية وطلع من المستشفى، ابتدى يعني في الجراحة عندنا أن يبتدي المريض ياكل ويمارس حياته، أنه خلاص يعني الحمد لله بدأ يتعافى. بالضبط. وشوفي هي دي عمليات جديدة. نعم. نحن في الاكتشاف. الأيام كفيلة تجاوب على أشياء كثيرة. صحيح. لكن هل هي عمليات بروميشن يعني لها وعد عظيم؟ من دون شك. نعم. هذه نوع من العمليات بسموها سيستر ترانك، جراحة باللغة اللي يسموها سيستر ترانك، اللي هي عملية إزالة هذا الكيس الخلقي اللي يسموه ثيروبلاستوماس. نعم. هي تعتبر عملية ما كبيرة، عملية بسيطة، لكن أزمة زي ما وضحت لك أنه هذا التكيس في بعض الأحيان ممكن يكون فيه تعقد، يعني صعوبة للإزالة. فالعملية كانت بهذا الشكل، يعني نحن لقينا بهذه الصعوبة. من الحقيقة تعلمنا في هذه العملية عرفنا أنه كيف نقدر نستخدم المنظار عن طريق الفم بطريقة معينة لإستئصال هذه التكيس إذا كان في المنطقة المعقدة. أعتقد هذا النوع من الخبرة نحن يعني راجعنا الريتريتشا البحوثات العلمية، ما أعتقد في العالم حصلت، أنا ما أجزي، لكن يعني ما ذكرت على الأقل ما ذكرت لهذا التعقد، عرفت كيف؟ فنحن هسه حاليا عندنا باب ضخم جدا نتكلم عن لأصعب سيناريو، لأصعب حالة صحية تحصل للتكيس، كيف إزال بكل سهولة بتريك جراحي بمهارات جراحية بسيطة جدا. نعم. وبأدوات بسيطة. نعم. يعني نحن محتاجنا دخول بتاع اللي هو دخول منظار، نفس المنظار اللي نعمله عن طريق البطن لإزالة الزائدة، نفس هذا الشيء. احتمال العملية كانت تجرى. نعم. بسهولة أكثر بالروبوتك، بجهاز الروبوتك. إن شاء الله يعني إن شاء الله مستقبلاً. إن شاء الله مستقبل قريب، مستقبل القريب. دكتور طبعاً أمراض القدة الدرقية طبعاً لها يعني ضعف كبير ومتنوعة، فحابين ناخذ فكرة عامة عن مشكلات القدة الدرقية اللي تستدعي إجراء جراحة. سؤال كويس. لأنه معظم الناس تسمي يعني متخوف يعني. نعم. لإفلان سووا الجراحة. أنا يعني في أكيد تفاصيلات. نعم. معينة عشان الطبيب يجزم شخص يحتاج جراحة أو لا يحتاج جراحة. نعم. شوفي الغدة هي يعني غدة الدرقية من الغدد المهمة جدا للجسم. نعم. لأن بتفرز هرمون هام جدا للجسم. فنحن في دبي عندنا تيم متكامل من تيم باطني يقوم بالتشخيص ومراجعة المريض ويعرف الخلل فيه. نعم. وبعده ومن ثم بعد كده أنه يحول للجهة الجراحية لأخذ الإجراءات الجراحية. نعم. نحن نعتمد العمليات عملية الغدة الدرقية إذا كان المريض عنده
مرض خبيث لا سمح الله. نفضل نشيل الغدة الدرقية ودي فيها جس فيها تفاصيل، لكن جس نخليها على ببساطة. أو إذا في تشكك، نحن لغاية حتى الآن ما عندنا الجينيتك تيستينج اللي هو الفحص الجيني الممكن يدينا يدي المريض راحة نفسية، هل بيحتاج تضخم مستعجل جراحة أو لا، ولذلك نخضع للعملية الجراحية والفحص المختبري بتاع الأنفية. اثنين، إذا كانت الغدة متضخمة ومؤثرة على الأعضاء الموجودة في العنق، نحن عندنا شرايين تطلع تغذي، عندنا أعصاب تغذي الرأس والمخ، عندنا أعصاب تنزل تغذي الجسم، عندنا أهم حاجة البايب القصبة الهوائية ودي مهمة جدا، عندنا المريء، كل الحياة ممكن يحصل لها ضغط إذا كبرت الغدة، وبالذات إذا نزلت إلى منطقة السطح، لأنه الدخلة للسطح دخلة صغيرة جدا. ففي الحالة دي المريض دائما بيكون بيشتكي من أعراض، مجرد ما يشتكي من أعراض نحن نفضل أنه نزيل الغدة. ده من الأسباب الثانية. من السبب الآخر، في بعض الأشخاص بيعانوا من فرق للغدة، الغدة تبتدي تفرز جنوني من الهرمون بتاع الثيروكسين يأثر على الأجهزة الأخرى، القلب والحياة والبيهيفير، وما يحصل لها كنترول بالأدوية المضادة، أيوة المضادة بالضبط. ولذلك دي يعتبر ما في حل إلا الجراحة، أو يعطوها radiation نوع من الأشعة النيوكليار، أشعة نووية اللي هي تكون علاجية بالضبط عشان تهبط هذه الغدة. في الحالة دي بتعتبر على حالة المريض، إذا كان المريض المريضة مثلا عند أطفال في حالة بتاعت يعني يفضل أنه أحسن تتعامل الجراحة. إذا كانت في عقد مختلفة في القدة وتفرز بصورة عشوائية، فبالتالي يفضل أنه الجراحة هي الأفضل من الإشعاع النووي. باختصار شديد لأنه الزمن، دي هي الأسباب التي تؤدي للجراحة. بالإضافة مليون ناس يقولون والله نحن الغدة كبرت أنا شكلي ما جميل، وده السبب اللي هو نحن نعمل العمليات اللي هي ما تعمل حدبة ما تعمل. حابب أوضح حاجة سريعة جدا، مستشفى دبي بتعتبر من المستشفيات الغائدة في العالم في الجراحة تحت الغدة، أن تجرأ فيها كل العمليات بكل الأشكال المختلفة. يعني نحن وليس نحن يعني يعني نحط نفسنا الكريدت يعني أنه نحن صباغين، لكن حقيقة نحن أعتقد نكون قبل جون هوبكنز في كل الإجراءات، كل العمليات المختلفة اللي هي جون هوبكنز معلم عالمي كبير في أمريكا، وهن بيعتبروا من الغادة هذه العمليات، فنحن أعتقد صابتين لهم. في سناتر بيشتغل عن طريق الفم، في سناتر بيشتغل عن طريق الإبط، في سناتر بيشتغل عن الروبوتك، نحن نشتغل عن كل الطرق ما عدا الروبوتك لأنه متوفر عندنا. دكتور بالنسبة طبعا يعني وصولكم لهذه الإجراءات الجراحية يعني متقدمة، يعني طبعا هذا دليل وأن في محفز موجود ومناخ تحفيزي موجود عندكم، في يعني نقول في بيئة البيئة اللي توفرها الهيئة للأطباء عموما أو الكادر كذلك الإداري، فحابين نعرف إلى أي مدى أثر هذا المناخ الطبي المحفز أن يصوت لهذه الإجابة. أنا حقيقة أشكر رئيس القسم دكتور إزعاف حسن قاضي. دكتور إزعاف يعني هي بنت هذه الدولة، وأعتقد أول من أوائل الأطباء تخرج من كلية دبي الطبية، وهي أول كلية وهي أول جراحة في الإمارات.
يعني هي حقيقة العمل معها يعني شلس جميل. وما أنسى برضو الأخ دكتور زيت الغاني من الأخوة الأفاضل جدا. ويعني زيت هو كان يعني on and off معنا في هذه الجراحة، لكن هو عاش في الجراحة تحت السنة، لكن احنا غايبين هذه الجراحة. وأنا عندي زميلتي مهمة جدا أذكر اسمها اللي هي دكتورة عالية إسحاق. عالية إسحاق يعني هي طالبتي وعشان الأطباء الممتازين جدا في هذه الجراحة، وهي عشان يعني أنا أعتبرها يد اليمنى، وهي عشان أخذ غايدة التدريب للريشيدنس اللي هم الجراحين إن شاء الله الجراحين المستقبل. فالجو العمل ممتاز للغاية حقيقة، يعني نحن نعمل في جو سو ماشي ريلاكس. الحمد لله، هالشيء يعطي الواحد تحفيز أنه يبدع أكثر وأكثر. دكتور ياسر، كم أثر توجهها مستمعين خلال أنا والحي سعيد جدا نحن اشتغلنا مع بعض. أنت جراحة يا مهرة جدا، ويعني حقيقة نحن يعني أيام قبل ما أبدأ تخصصي أنا أتذكر تماما يعني وافتقدناك تماما. أنا حابي يعني حابي أقول للمشاهدين أنه هذه الغدة غدة مهمة جدا. الناس ما تستعجل في عملية إزالتها إلا يكون في أسباب حقيقية. حتى الكانسر، حتى يعني لا سمح الله المرض الخبيث ذو الأورام، ما هو المرض المخيف يعني. وعندنا بروفيسور اسمه بروفيسور أميد كروز في داتا ميموريال هوسبيتال من أكبر المستشفيات التجارة عمليات الغدة المفتوحة في بومبي، عنده كلمة مشهورة جدا بيقول إذا يعني إذا حلمتي بحلم وجاك المولى سبحانه وتعالى يقول لك أنا حديك مرض سرطان تطلب مني مرض الغدة، لأنه أسهل وعلاجه سهلة وبعدين ما بينتشر بالصورة المخيفة. فالغدة هي مهمة جدا للجسم، ما بناخذ الإجراءات الجراحية إلا يكون فيها. في نفس الآن برضو الإنسان لازم يراجع مع الأطباء عنه عشان يشوف ما يكون فيه كمان عقدة خبيثة في الغدة، ما يخضر الموضوع كمان بسهولة. دكتور ياسر أمين عبد اللطيف، نتمناكم كل التوفيق إن شاء الله. أشكرك إن شاء الله، وشكرا لك لفضولك اليوم. شكرا على الاستضافة. شكرا شكرا، أنا ممنون. شكرا عبد اللطيف، استشاري جراحة مستشفى دبي، هيئة مستشفى دبي. شكرا لك. شكرا لك. الله يسلمك. مستمعينا، هسه فقرتنا الثانية بعد الفاصل، وراديكم خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. ذكركم برقم التواصل 600551414 والرسائل النصية على 4006. أعلنت هيئة الصحة بدبي عن تأسيس مبنى متكامل لخدمات العيادات الخارجية اللي بيكون إن شاء الله في مستشفى دبي، وذلك ضمن أعمال التوسعات التي تجريها الهيئة والتطوير المتواصل لتلبية الطلب المتنامي على خدمات منشآتها الطبية. في وقت وصل في عدد المراجعين للعيادات الخارجية ومستشفيات الهيئة ومراكز الصحة الأولية التابعة لها لأكثر من 2 مليون و 270,000 مراجع في العام 2018، بينهم قرابة 360,000 راجعوا عيادات مستشفى دبي. ويعد هالمشروع اللي شارك مصرف الإمارات الإسلامي في تأسيسه مبلغ 25 مليون درهم تحول مهما في خدمات العيادات الخارجية والمستشفيات ومراكز الهيئة، وهو ما يستهدف تحقيق المزيد من الرضا وسعادة المتعاملين وراحة المرضى على وجه التحديد. وللتعرف على المزيد من تفاصيل هالمشروع المهم، يسمعون يعني اليوم على الهاتف المهندس علي منصوري، مدير إدارة الهندسة والمعدات هيئة الصحة في دبي. صبحت الله بالخير مهندس علي. صبحت الله بالنور والسرور، ونصبح على الأخوة المستمعين. الله يصبح بالنور، الله يحييك. طبعا المهندس علي، من الإحصاءات خلقت 2018 أعداد المرضى اللي راجعوا عيادات الهيئة عموما وخاصة عيادات مستشفى دبي، طبعا الحمد لله في تزايد.
فهذا يبرز أن هناك إقبال متزايد على الخدمات الطبية اللي تصدرها الهيئة في مستشفياتها وخاصة في العيادات الخارجية. وهالمشروع طبعاً جاء تلبية لهالطلب المتنامي على خدمات الهيئة. فهذا المشروع طبعاً له أسباب كثيرة، فممكن تحدثنا أكثر عن أسباب إنشاء هذا المشروع؟ نعم، بس قبل ما أبدأ المشروع اسمحي لي أتوجه بالشكر للأخوة في مطرف الإمارات الإسلامي، لأن بصراحة مثل ما أشار معالي الملك الطامي بالأمس المدير العام، لأن الأخوان السباقين في مطرف الإمارات الإسلامي في مثل هالمبادرات الجميلة والمساهمات المجتمعية، فصراحة أتوجه لهم بالشكر الجزيل على مساهماتهم، وهذه لم تكن أول مساهمة ولم تكن مثل ما وعدونا مساهمة أخيرة. بخصوص المشروع والمبادرة، أعطيك أول شيء ملخص عن هذا المشروع. المشروع طال عمرك عبارة عن مرحلتين. المرحلة الأولى الحمد لله أنجزت، وهي مبنى مواقف السيارات. مبنى مواقف السيارات عبارة عن مبنى متعدد الطوابق من أرضي ودورين سطح، بطاقة استيعابية تصل إلى 900 موقف. المشروع هذا الحمد لله انجز في الوقت المحدد، وان شاء الله احنا في مراحل الان التشغيل التجريبي وانتظار بس الموافقات من الجهات المحليه، وفي القريب العاجل ان شاء الله راح يكون متاح للجمهور للاستخدام، وراح يحل مشكله رئيس تواجهنا حاليا مستشفى دبي اللي هي ازدحام وعدم وجود توفر المواقف للمراجع. صحيح، وها شيء دور كبير، يعني خاصه المراجع اللي يعني ما يلقى بارك اي ما يلقى الموقف يدور الموقف فتره طويله ياخذ، وها شيء جد بالضبط. أضف إلى ذلك المبنى أيضا صمم بطريقة إن شاء الله في المستقبل بحسب خططنا نحن إن ممكن نزيد أيضا من 900 إلى 1400 موقف، وبالتالي إن شاء الله أيضا مستقبلا لن نعاني من أي مشكلة في موضوع المواقف. بالنسبة للمبادرة أو موضوع الحديث في المرحلة الثانية في مبنى العيادات الخارجية، المبنى حاليا في فترة المناقصة، والفكرة منها أنها إخلال بعض الخدمات الطبية التخصصية المستشفى دبي بمباني جميلة وتتوافق مع البنية التحتية في إمارة دبي. المبنى عبارة عن أيضا مبنيين، مبنى عيادات خارجية ومبنى آخر مبنى خدمات. مبنى العيادات الخارجية عبارة عن مواقف تحت الأرض، بالإضافة للمبنى المواقف اللي تكلمنا عنه، والمبنى أيضا يتكون من أرضي وأربع طوابق بمساحة إجمالية تقريبا 32 ألف متر مربع. العيادات الخارجية راح تزيد من حاليا حوالي 90 عيادة، ستكون 127 عيادة تخصصية في كافة التخصصات. نعم، وهذا معناته إن شاء الله الطاقة الاستيعابية ستزيد من 90 مريض تقريبا في الساعة إلى 254 مريض في الساعة. أيضا الأشعة ستصل إلى 46 قسم الأشعة، القدرة الاستيعابية ستصل إلى 46 مريض إن شاء الله في الساعة. هذا بشكل مختصر، متوقعين إن شاء الله نبدأ الأعمال الربع الأول من السنة القادمة، وراح تستمر بحول الله 18 شهر إن شاء الله. 18 شهر يعني خلال سنة 18 شهر يعني هذه العيادات تكون موجودة، وكذلك يعني ويفرق يعني من 90 إلى 127، يعني طبعا استيعابية كذلك تفرق، يعني تقريبا ثلاث أضعاف يعني الاستيعاب اللي موجود الحين. صحيح. نعم. صحيح. 254. صحيح. مهندس علي، طبعا حدثنا أكثر عن أجواء الراحة والفخامة اللي بتحرص فيها على توفير المتعاملين في منشآتها الطبية، وتكلمنا بخصوص المواقف، وهي نقطة جدا مهمة، فحابين نتعرف أكثر عن هذه الأجواء. خلينا نتكلم عن الفكرة، وين هي فكرة المبنى. طبعا المبنى بشكل تم تصميمه بشكل معماري حديث يخلق بيئة تتوفر فيها الإضاءة الخارجية والتهوية الطبيعية وعناصر المباني الخضراء والطاقة المستدامة. أيضا راعينا في تصميم المبنى المعايير والمتطلبات الخاصة بإخواننا أصحاب الهمم، وايضا في اطلالات جميله جدا في شغل مساحات خضراء حول المبنى، ففي اطلاله
للزوار وللمراجعين على هذه المباني على هذه المسطحات الخضراء بما يوفر ان شاء الله راحه نفسيه للمرضى وزوار المستشفى. وهذا الشيء بيلعب دور كبير، يعني المريض الرياضي يعني يكون تعبان يعني سواء نفسيا سواء جسديا، فهالاشياء كلها تلعب دور كبير حتى في راحه المريض خلال اخذنا العلاج. اكيد ايضا في عنصر اساسي رايناه ايضا في المشروع، طبعا مشروع ضخم نتكلم عن 68 المشروعين بالكامل 68 الف متر مربع. راينا ايضا ان المسارات تكون سهله في طرق داخليه راح تنفذ، في جسور ايضا راح تربط بين المبنى القديم وبين الباركنات وبين المبنى الجديد ايضا اي بسهوله الحركه. في ايضا الاطلاله الليليه راح تكون بشكل ايضا ان شاء الله يكون مبهر، ان شاء الله راح يفاجئكم في شيء جميل جدا ان شاء الله. وهالشيء جميل كذلك انه وصل يعني مبانينا الطبيه بدات تراعي هذه الاشياء، يعني زي ما نقول الراحه والفخامه للمراجعين كذلك، يعني هذا يلعب دور كبير، يعني مو فقط اهتمامكم كمبنى وتمثيله، يعني ملاحظ من كلام انه ركزتوا على النقاط البسيطه اللي تعكس يعني تريح الشخص يعني حتى لو كانت بسيطه. هذا اكيد اكيد اكيد. النقطه ايضا نقطه اخيره ممكن اضيفها، نحن ايضا في هذا المبنى راينا التجهيزات والتقنيات والبرامج والتطبيقات في شغلات جديدة تدخل للمستشفى، راح تشعر انك داخل فندق 5 ستار بدل ما انك تتوجه الى مبنى بالاشكال القديمة. اضف الى ذلك مبنى الخدمات اللي كنا تكلمنا عنه ايضا مبنى ضخم، مبنى تابع للمبنى هذا، ومبنى هذا راح يكون فيه حوالف اطفال لموظفي الهيئة، في المخازن للمعدات، ورش للمعدات الطبية، مخزن ادوية، وصالة رياضية، بالإضافة إلى مسرح يتسع لأكثر من 400 شخص. ممتاز. يعني مبنى مثل ما نقول متكامل، مو فقط يعني عيادات طبية، يعني مبنى يعني متكامل، يعني حتى بالخازنة بالورش بمسرح يتسع ل 400 شخص، وهذا الشيء يلعب دور كبير أن يعكس كذلك التكامل في المنشآت الصحية. مهندس علي، كم أخيرا توجهت المستمعين خلال ذلك؟ أنا أولا أحب أشكركم على الاستضافة، وأشكركم بتعريف الجمهور بمشاريع الهيئة. أبس أقول كلمة أن الهيئة شغال على مشاريع راح تفتح إن شاء الله في بداية السنة الجاية، ومشاريع أيضا كما يقولون في البايب لاين، في أدنى مشاريع راح تعمل نقلة نوعية في الخدمات الصحية في إمارة دبي إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. شكرا. المهندس علي منصور، مدير إدارة الهندسة والمعدات بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا شكرا. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا بخصوص مبنى متطور العيادات الخارجية في مستشفى دبي، وحدثنا المهندس علي بخصوص المبنى عموما، وبيكون إن شاء الله مبنى متكامل، يعني الجميل أن كل شيء يعني أخذت الفكرة حتى الشكل النهائي للمبنى أساس، يعني هدفنا راحة المرضى وسعادتهم حتى لو يعيشون، أو أن الشخص يكون يعني طبعا أي شخص مريض يكون مضايق نفسيا جسديا، فهالأشياء كلها بالعكس يعني تحسن من نفسية الشخص، وكذلك هدفنا طبعا مثل ما تعرفون سعادتكم ورضاكم. مستمعينا، طبعا أذكر بحملة دمي لوطني اللي بتكون مستمرة لين 16 ديسمبر، ومثل ما عرفنا قبل واستضفنا دكتورة من رؤوف، يعني الشخص اللي يتبرع يعني الدم اللي يتبرع فيه مو فقط لشخص واحد، أنت بتتبرع لثلاثة أشخاص، يعني كل جزء من الدم يعني يتم عمل يعني استخلاص شيء جزء مهم من فرضا الصفائح الدموية، فرضا الكرات الدم الحمراء أو البلازما، وكل جزء من هذه المكونات له أهمية، فالشخص اللي يتبرع طبعا يتبرع لثلاث أشخاص أكثر من أن يتبرع لشخص واحد. ف
طبعا هذا يعني كتطوع كتبرع، وانت الشخص ما نحن ما نعرف الاشخاص اصلا اللي يصيرهم الدم هذا، وكلها معظمها حالات تكون انقاذ لروح شخص يحتاج هذا الدم، يعني يمكن شيء بسيط نقدمه لانقاذ حياه وارواح ناس كثيره. بس ما بتذكر قليلا الناس ما نعرفه، وما بشخص واحد، يعني الشخص الذي يتبرع لثلاث اشخاص في هذا الحدود تقريبا. يقدر الواحد يتبرع عن طريق بنك تدين الدم بمستشفى لطيفة، يكون عملهم من 7 الصبح إلى 7 المساء. تقدرون تتأكدون بتوفر الحافلات والاتصال على الرقم 1-8342 ويخبروكم بالضبط وين متواجدة حافلات التبرع بالدم لهذه الحملة اللي هي حملة دمية لوطني. بالنسبة له فوائد كثيرة تبرع الدم، مو فقط أن أنا يعني شيء تبرع وتطوع أعطيه لأشخاص ثاني، لا كذلك لجسمي تجدد خلايا الدم في الجسم، كذلك من يعني الشخص اللي يتبرع إنقاذ أرواح ناس كثيرة. ناس ما بتكون ناس فأنا ما أعرفها بس يحتاج للدم لإنقاذ أروح هذا الشخص، خاصة إذا كانت حياته تستدعي، وخاصة حتى لو ذكريات الدم الحمراء أو الصفائح أو البلازما تركلها تنعطى لناس يحتاجونها، وتكون يعني حالتهم خطيرة وتستدعي يعني يكون كإنقاذ الحياة الأشخاص بالتبرع بهذا الدم اللي مستمرة. ذكركم بين 19 ديسمبر 2019. مستمعينا هذه كانت حلقتنا اليوم. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق نير المري، في الإخراج ناصر السليمي، محدثتكم الدكتورة عاشر طفل. نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت الساعة 10 الصبح، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.